أهلا بكم في تواصل دوت كوم، والبداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي. بعد إزالة خيامهم، المتظاهرون يحتشدون مجددا في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد تأكيدا على استمرار الثورة، واحتشد المتظاهرون من جديد في ساحة التحرير بعد يوم من إزالة خيامهم تأكيدا على استمرار الثورة، ورددوا مرددين هتافات تؤكد على صمودهم وبقائهم في وجه القمع الحكومي والميليشياوي، وشددوا على استمرار ثورة تشرين وضرورة تحقيق جميع المطالب. دعونا نتابع هذا المقطع من ساحة التحرير في العاصمة بغداد. وبذلك أطلق ناشطون واسم ستعجزون ولن نعجز، تعبيرا عن إصرارهم في استمرار الثورة ولن تردعهم محاولات القمع الحكومي لإنهاء الاعتصامات. دعونا نتابع بعضا من التغريدات تحت هذا الوسم على منصة تويتر. أيمن حميد قال: أبدا أبدا ما راح تنتهي الثورة، لأن الثورة ما صارت على مود أسباب تافهة، الثورة صارت لأنكم بكتوا فلوس الشعب وبكتوا حقه وبكتوا مستقبله وبكتوا الوطن. ما راح تنتهي الثورة لا بإعلامكم ولا بأحلامكم، ما راح تنتهي الثورة إلا لمن إلا يرجع الوطن. فاطمة قالت: شلتوا خيم الاعتصام بالتحرير، عبالكم يعني راح تنتهي وتخلص، عبالكم الثورة بس خيم وساحة، لا راح نطلع لكم بكل مكان، راح تلقونا بشوارعكم وبمواقعكم وبمقاهيكم، وين ما تروحون راح تلقونا موجودين، الثورة فكرة والفكرة لا تموت. علي صبار قال: أبطال الثورة الذين جاءوا من أجل الوطن وأصحاب الغيرة ولم تغرهم المناصب لا زالوا صامدين بالساحات، فالخيم لا تقدم ولا تؤخر، إن رفعت لأنها لم تأتي بثورة، وإنما الثورة هي من جاءت بالخيم. كل العراقيين الشرفاء صوتهم واحد، ستعجزون ولن نعجز. مؤيد غرد وقال: التنكيل والتسقيط الذي لحق بالثورة لن يكسرها ولا يميتها، بل سوف يصحح مسارها ويفضح أعداءها، وسوف ترجع أقوى مما كانت، والحرب سجال. اعتدت القوات الحكومية على خريجي المجموعة الطبية بعد خروجهم بتظاهرة أمام مبنى وزارة الصحة في العاصمة بغداد، وكان الخريجون قد خرجوا بتظاهرات تطالب بتوظيفهم وإطلاق أمر مباشرتهم، علما بأن خريجي المجموعات الطبية سابقا كان تعيينهم يتم بشكل مركزي ومباشر بالعمل بعد التخرج مباشرة. إلا أن حكومة الأحزاب الفاسدة لم تبقي أي مجال للتوظيف والعمل بعد أن ذهبت أموال البلد إلى جيوب الفاسدين. دعونا نتابع هذا المقطع من أمام وزارة الصحة في بغداد.
على إثر هذا القمع أطلق ناشطون واسم خريجي الصحة تقمع على منصة تويتر. دعونا نستعرض معكم بعضا من التغريدات تحت هذا الوسم. آية قالت هكذا نحكم من قبل قطيع لا يفهم يعتدي على ذوي الشهادات والعلم، خريجي الصحة تقمع. آيات قالت مو شيء جديد على الحكومة، كل تظاهرة يقمعوها بس حتى يخلصون منهم ويبقى البوق بجيوبهم. الله ينتقم من الظالمين، حسبي الله ونعم الوكيل. محمد قال خريجي الصحة تقمع، مطلبنا مشروع وحقوقنا مكفولة بالدستور، لدينا قانون، نحن لا نتحمل فسادكم، لن نتراجع. علي عودة غرد وقال حكومات الفشل التي تعاقبت على العراق لم يقتصر فشلها على الفقراء الذين جعلت منهم مشردين، بل امتد بطشهم إلى طبقات مثقفة يقف العالم احتراما لها، وهي المجموعة الطبية التي تتظاهر اليوم من أجل حقوقها التي انتهكت. مطالبنا الدستورية قانون التدرج حق. أفراد من ميليشيات مسلحة قامت باغتيال الشيخ عبد الناصر الطرفي أحد شيوخ قبيلة طي بهجوم مسلح في منطقة أبو رمانة في محافظة ميسان، حيث أفادت مصادر أمنية بأن عملية الاغتيال سبقها انتقاد من قبل الشيخ عبد الناصر الطرفي للميليشيات عندما شبهها بتنظيم داعش والجماعات الخارجة عن القانون. أفاد مصدر أمني بأن اغتيال الشيخ الطرفي تم بإطلاق الرصاص عليه من قبل مسلحين يعتقد بأنهم من عناصر الميليشيات المتهم الرئيس باغتيال الناشطين والمتظاهرين. عرف عن الشيخ الطرفي دعمه ومناصرته للتظاهرات ضد النظام الطائفي الفاسد، كما تداول ناشطون مقطعا مصورا للفقيد قبيل اغتياله. دعونا نشاهد أحد الفيديوهات للشيخ الراحل الداعم لثورة الشيخ. تظاهرنا في صوتنا فقط، طالبنا الحكومة بصوتنا فقط، وقلنا لهم ارحلوا على الحكومة، لا تعدل الدستور ولا تسوون مطالب، رافضينهم جملة وتفصيلا لأنكم فاسدون، صار لكم 16 سنة أنتم سارقين العراق، لماذا هذه الصحوة اللي أصابتكم الذعر من الشباب اللي عمرهم 13 و17 سنة، والآن تتهمون بدخول إسرائيل وأمريكا على الخط ودول جاية تمد المظاهرات؟ نقولكم لا، ما حد جاي يمدنا، نحن من نقوم بدعم أولادنا وأبنائنا في ساحة الاعتصامات، وكل شهيد سقط سوف نحاسبكم عليه قسما بالله، ومن رفع السماء بلا عمد كل شهيد اللي سقط في ساحة الاعتصامات سوف نحاسبكم عليه بدل الواحد بألف، لأنكم أنجاس وعملاء. نستعرض معكم بعض من التعليقات على منصة فيسبوك على أثر حادثة اغتيال الشيخ، حيث تفاعل العراقيون حول هذه الحادثة. أبو محمد الأوسي قال يعني الأحزاب قتلتها، والأحزاب معروفة هي وميليشياتها وفصائلها. الشيخ أبو محمد قال اللهم يرحم برحمته الواسعة ويسكن فسيح جناته، واللعنة والخزي والعار والثبور ونار جهنم على القتل المجرمين الفاسدين الفاشلين السارقين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عبد قال احنا بغابة لحد يقول اكو دولة، الف رحمة على روحه. قاسم الطائي قال الله يرحمه ويجعل مأواه الجنة، ولن يذهب دمه ودم شهداء تشرين سدى.
أهالي منطقة أم الشويج في الناصرية يحتجون بسبب سوء الخدمات في منطقتهم وانقطاع مياه الشرب بسبب الفساد الإداري الذي تعاني منه البلاد بشكل عام. وعبر أهالي المنطقة عن غضبهم بإحراق الإطارات وقطع الطرق الرئيسية. دعونا نتابع هذا المقطع من الناصرية. علينا احتجاجات منطقة الشويج 1/11/2020. هاي الاحتجاجات بسبب تردي خدمة إدارة الماء في ذي قار. وهذه المناشدة يعني تقدر نوصلها للسيد محمد رضا. يعني المناشدة هي من أهالي الشويج اللي قريبة عن سجن الحوت، اليوم ظهروا مطالبين بأبسط شيء هي الماء. يعني تأخر عنهم، هاي صار هم المشروع يعني تأخروا تلكة، صار أكثر من 3 أشهر، واليوم معاناة أبو الشويج والمناطق اللي قريبة من هذه المنطقة يعني معاناة فلة. يعني كل شخص يعرف إنه إذا تأخر عنا الماء لو ساعة أو ساعتين شنو اللي حاله. فأبو الشويج اليوم 3 أشهر أو أكثر من 3 أشهر، هذه المعاناة اللي اليوم وصلت إنه يقطعون طريق المؤدي إلى سجن الحوت ولا القاعدة. نتمنى يعني من دائرة الماء ذي قار، نتمنى من قيادة الشرطة ذي قار، نتمنى من جميع المعنيين، محافظ ذي قار ناظم الوائلي، أن ينظر لهذه المعاناة اللي وصلت المواطنين. يعني يتظاهر الساعة 12 ليلا ومثل ما شاهدون. ونقرأ من التعليقات على منصة فيسبوك حول هذا الموضوع بعضا من التعليقات. حسين علي البدري قال: عمي احنا مناطق خلف السريع مظلومة، خدمات ماكو صفر، والنوب المحافظة يروح يبلط بالشطرة على التراب بدون بنى تحتية مجاري. زيد عزيز قال: اللي يمنع الخدمات عن ذي قار ويسرق خيراتها هذا أكبر جوكر. محمد سلمان قال: والله أقولهم استمروا واحرقوا أبو الدولة هاي الفاشلة. محمد قال: الله يحفظ المتظاهرين، وين الكاظمي نايم شنو سالفته. والآن نذهب إلى فقرة أنت ترى. عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين لمشاهديها الأعزاء، وصلنا مقطع مصور من عمليات القمع التي تعرض لها المتظاهرون يوم أمس في ساحل التحرير وسط العاصمة بغداد. دعونا نتابع هذا المقطع. هذا ابني عيني، الله أكبر، هاي التمم عليه شلون سمرة. وينك ننزل قوة ويا الأحزاب؟ قوة هاي قوة أحزاب يا بي. هذا ابني، هاي خلي شوف الكاظمي، أهلا بكم من جديد. وصلنا عبر البريد الإلكتروني لقناة الرافدين رسالة جاء فيها: السلام عليكم إدارة قناة الرافدين المحترمون، تحية طيبة، نحن لفيف من طلبة الدراسات العليا الذين لم يتم قبولنا لظروف البلد المتمثلة بجائحة كورونا وظروفنا الخاصة وقلة عدد المقاعد المخصصة للدراسة قياسا بعدد الطلبة المتقدمين. نرجو من جنابكم الكريم إيصال هذه المناشدة إلى السادة المعنيين لعمل خطة توسعة في عدد المقاعد
لتشملنا رغبة منا في إكمال مسيرتنا العلمية خدمة لنا وللصالح العام. والآن نذهب إلى الهاشتاج. قرى الخازر، نحو 10,000 عراقيين يسكنون 14 قرية عربية، تواصل قوات البشمركة منعهم من العودة لمنازلهم منذ 4 سنوات. يقيمون بمخيمات على بعد بضع مئات الأمتار منها، لذلك أطلق مرصد أفاد وناشطون حملة للتذكير بمعاناة أهالي قرى الخازر، هاشتاغ قرى الخازر، للتذكير بهم وللوقوف على معاناتهم. دعونا نقرأ بعضا من التغريدات تحت هذا الوسم على منصة تويتر. حسين صالح السبعاوي قال: معقول هذا البؤس يبقى على هؤلاء ولا يلتفت إليهم أحد؟ لا حكومة، لا أمم متحدة، ولا منظمات دولية. في أي زمن نحن؟ لا قيم الإسلام ولا حمية الجاهلية. قرى الخازر. محمد الكبيسي غرد وقال: بين مخيمات النازحين وقراهم أقل من كيلومتر واحد، لكنهم لا يستطيعون العودة. حسين دلي غرد وقال: قرى الخازر تشكو إلى الله ضعف قوتها وقلة حيلتها وهوانها على الناس، فمن يوقف مأساتها؟ أحمد الجميلي غرد وقال: الأسباب التي تمنع عودة سكان قرى الخازر سياسية وتغيير ديموغرافي واضح، ولا وجود لأي سبب أمني. سكان الخازر متهمون بأنهم حواضر لداعش، لكن الحقيقة أنهم فلاحون بسطاء، لطالما كانت أراضيهم سلة غذاء للموصل وأربيل، تركتهم قوات الجيش وهربت بدقائق وسيطر التنظيم على قراهم. الآن نذهب إلى القصص المنوعة. بحرق الخيام والاشتباكات، هل تحاول السلطات الحكومية في العراق محو آثار الحراك الشعبي؟ تساؤل طرحه تقرير لموقع أنا العربي. دعونا نتابع هذا التقرير. ونطالب قيادة عمليات سومر وقيادة شرطة ديقار بتوفير الحماية اللازمة لساحة الاحتصام. أكثر من 300 حالة انتحار في العراق فقط خلال 9 أشهر من بداية عام 2020. دعونا نتابع هذه القصة مع شبكة هيو ميديا في هذا التقرير. We'll be right back.
استمرار عمليات البحث عن ناجين من زلزال إزمير بعد 4 أيام من وقوعه. دعونا نتابع هذه القصة مع إيج بلاس عربي، فلنتابع. وبهذا التقرير نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.